لقد اصطدت سمكة القرش الكبيرة. بقي لي سمكتان وأنتقل إلى بحر جديد. يا للمتعة. العب بهدوء يا عارف، منذ ساعة وأنت تصطاد الأسماك، ألم تمل؟ لا لا، إنها لعبة ممتعة جدا، عليك أن تجربها. ولكن ماذا يحصل؟ برهان برهان، الشاشة تنطفئ ثم تعمل من جديد، واللعبة تعود إلى مراحلها الأولى. لا أريد لا أريد، يا إلهي لقد اجتزت الكثير من المراحل، هذا غش غش. لقد انطفأ الجهاز، لماذا لماذا؟ أعد تشغيله من جديد. لكنه لا يعمل. من أين حصلت على هذه اللعبة؟ من إعلان ظهر داخل اللعبة السابقة، كان هناك إعلان عن لعبة الأسماك مرافق للعبة الكرات، ضغطت على الإعلان الذي أخذني إلى صفحة على الإنترنت مكنتني من تنصيب التطبيق على جهازي. قمت بتنصيب تطبيق من مصدر غير موثوق؟ وهل قرأت لائحة الأذونات قبل تنصيبه على الأقل؟ أذونات؟ أي لائحة أذونات؟ لا لا، فقط اخترت خيار موافق وقمت بالتنصيب، ثم إن اللعبة مسلية جدا. لقد أخطأت يا صديقي، لكل تطبيق لائحة أذونات معينة يتم عرضها على من يريد تنصيب التطبيق، وعلى المستخدم مراجعتها قبل القيام بالتنصيب، فاللائحة هذه تحدد كل ما يسمح للتطبيق القيام به على جهازك، وإذا كانت تحتوي هذه اللائحة مثلا على إذن تشغيل الكاميرا، يعني ذلك أنه يسمح للتطبيق تشغيل كاميرا جهازك، ربما لإعطائك الإمكانية بالتقاط صورة من داخلها. وإذا كنت تريد تنصيب لعبة غناء، فلابد من تلك اللعبة أن تطلب الإذن بتشغيل ميكروفون جهازك، لذا ترى خيار موافق، والنقر على هذا الخيار يعني أنك توافق على إعطاء هذا التطبيق الإذن بكل ما يطلبه في اللائحة. يا برهان يا برهان، إنها مجرد لعبة، فلماذا يجب أن أراجع لائحة الأذونات؟ يا عارف، بإمكان ذلك حمايتك من محاولات الاختراق أو التجسس من خلال التطبيقات الجديدة، فعليك دائما أن تحاول إيجاد علاقة منطقية بين ما يطلبه التطبيق من أذونات وما يقدمه التطبيق من وظائف، لتتجنب تنصيب برامج خبيثة على جهازك دون أن تدري، خاصة بما أنك تقوم بتنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، وهو أمر يجب تجنبه من الأصل. قلت برامج خبيثة؟ ولكن لماذا؟ هناك تطبيقات تستخدم لغايات خبيثة، فمثلا أحد تطبيقات ضوء الفلاش يطلب منك الإذن بتحديد موقع الجهاز والقيام بمكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية واستعمال الميكروفون، هذا يعني أن هذا التطبيق يسمح للمجرمين باستعمال رصيد هاتفك للقيام بمكالمات أو إرسال رسائل نصية إلى الأرقام التجارية التي يحققون منها الربح، أو قد يتمكنون حتى من التجسس عليك. يا إلهي، كيف علي أن أتجنب ذلك كله؟ يبدو وكأنهم يستهدفونني. لا عليك، لا تقلق، عليك مراجعة الأذونات دائما، خاصة للتطبيقات الغير معروفة جيدا، وتنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات الرسمي لجهازك فقط. سوق التطبيقات الخاص بنظام جهازك بلاي ستور في أجهزة أندرويد وأب ستور في أجهزة آيفون، وبذلك تتجنب المواقع العشوائية على الإنترنت، حيث يضع مجرمو الإنترنت بالعادة نسخا معدلة أو حتى مقصنة للتطبيقات المدفوعة تكون متوفرة بالمجان، والتي تكون مليئة بالبرمجيات الخبيثة. إذا لم يكن باستطاعتك الدخول إلى سوق التطبيقات أب ستور بسبب عدم توفره في دولتك أو بسبب كونه محجوبا، فعليك استعمال أدوات تجاوز الرقابة والحجب مثل سيفون، هوت سبوت شيلد أو أوبن في بي إن. بالإضافة إلى ذلك، عليك استخدام تطبيق مضاد للفيروسات على جوالك، فهو يستطيع إيجاد التطبيقات الخبيثة. يا حبيبي، كل هذا من أجل لعبة؟ بدأ يخيفني هذا الجوال. عارف، لا تخف، فقط اتبع تعليماتي،
وبمناسبة الحديث عن الجوال، لابد من ذكر آلية الأمان في حال سرق جهاز الجوال خاصتك. يا لحظي. حسنا، أخبرني يا برهان. بإمكانك تنصيب تطبيق لأمن الجوال يمكنك من تحديد موقع الجهاز الحالي على الخريطة بواسطة الحاسوب أو قفله أو إزالة محتوياته عن بعد في حال فقدته. ولا تنسى أنه عليك استعمال قفل الشاشة للجهاز وتفعيل التشفير من داخل الإعدادات، بالإضافة إلى استعمال قفل لشريحة السيم. لابد من القول إنها نصائح مفيدة، لكن أرجوك يا برهان لنعد إلى مشكلتي. ماذا سأفعل؟ جهازي معطل. حسنا، أعتقد أنه لابد من القيام بفورمات لجهازك أو مسح التطبيق الخبيث عنه، ومن ثم تنصيبه من مكان آمن والتأكد من تفاصيل لائحة الأذونات. ها؟ فورمات؟ لكني لا أريد خسارة الأسماك التي اصطدتها يا برهان. ها؟ أسماك يا عارف؟ كنت أمازحك يا رجل.